بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم متابعينا الأعزاء مع قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز وكلاسيكو القارة الأفريقية مع مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة. بس في البداية ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو لسه ما عملتش اشتراك يا ريت تعمل اشتراك في القناة، وكمان تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها في إطار منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز، ونجح المارد الأحمر في تقديم بداية رائعة بتحقيق الفوز على الاسماعيلي برباعية نظيفة، فيما تجاوز الفارس الابيض منافسه انبي بهدفين دون رد. ومن المقرر ان يستضيف ملعب الدفاع الجوي مباراة الاهلي والزمالك في قمة مباريات الجولة الثالثة. بالنسبة لتشكيل الاهلي والزمالك المتوقع، نبدأ مع الاهلي. من المتوقع ان يبدأ الاهلي التشكيل في حراسة المرمى علي لطفي، قلب الدفاع بدر بنون وايمن اشرف، علي معلول، اكرم توفيق، خط الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية. وسيحاول بيتسو موسيماني الحفاظ على التفاهم والتأثير الهجومي الذي ظهر في لقاء الاسماعيلي بتواجد بيرسيتاو وميكسوني مع محمد مجدي قفشه، وقد يدفع الجنوب افريقي بقلب الهجوم محمد شريف. على الجانب الاخر سيواصل الفرنسي باتريس كارترون التمسك بفلسفته الخططيه خلال مباراه الاهلي والزمالك المقبله، وسيحرص عليه الفارس الابيض محمد ابو جبل، فيما سيلعب التونسي حمزه المثلوسي يمينا واحمد فتوح يسارا مع ثنائي الدفاع محمود حمدي الونش ومحمود علاء، امامهما ثنائي ارتكاز مكون من طارق حامد وامام عاشور، فيما سيقود احمد زيزو الجزء الهجومي رفقه اشرف بن شرقي ويوسف اوباما وسيف الدين الجزيري. بالنسبه لموعد مباراه الاهلي والزمالك، تقام المباراه بمشيئه الله اليوم الجمعه الموافق 5/11/2021، ومن المقرر ان تنطلق سافره بدايه اللقاء في تمام الساعه 7 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الساعه 8 مساء بتوقيت مصر وليبيا، الساعه 9 مساء بتوقيت السعوديه والكويت وقطر، الساعه 10 بتوقيت الامارات. بالنسبه للقنوات الناقله للمباراه، تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولات المصريه. نستنى ان شاء الله توقعاتكم لنتيجه مباراه الاهلي والزمالك في تعليقات الفيديو، واتمنى لكم ان شاء الله متابعه ممتعه. انا معكم محمد احمد حنفي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.